أنا اسمي حسين العبد الله من ريف إدلب الشمالي، نشتغل بياع محروقات. كنا نطلع مجموعات مجموعات من هون على حلب، ريف حلب الغربي، نضل متابعين على أم حوش. هون في جيش حر، آخر نقطة لجيش الحر، نتفتش هون، منضل متابعين على أول حاجز لداعش. كمان بيعملون نخضع عملية تفتيش كاملة، تفتيش كامل التابلو وراء الكراسي الشخص، ممنوع الهاتف كمان، راح منخبي الهاتف منطقة ما حدا بيعرفها وين، ومنضل متابعين، نضل ماشيين للدير، دير الزور، نجيب مازوط. كنا نجيب محروقات من أماكن تنظيم الدولي على دير الزور. كان المشوار تقريبا يطول معنا من 7 أيام ل10 أيام. أنا طبعا كنت شوفير، أتقاضى تقريبا 20 دولار بالسفرة، تأخذ رسوم على السيارة اسمها الزكاة. الزكاة 250 ليرة على البرميل وليس على السيارة. على البرميل بياخذوا 250 ليرة، يعني وليكن أنا كان حمل سيارتي 25 برميل، كانوا ياخذوا تقريبا بقيمة 14 دولار. ضليت أنا أروح على هذيك المنطقة ما يقارب السنة كاملة. كنا نروح نحمل ونرجع. آخر مشوار رحنا فيها ركب معي شاب يعني بالمناطق المحررة يعني وليس مناطق داعش. آخر شيء قدام ما نوصل آخر نقطة جيش حر نزل الشاب، أنا تابعت على حاجز داعش، خضعت للتفتيش، لقيت لقوا باكي معي في التابلو، باكي الدخان، وهو الدخان عندهم ممنوع. قلت لهم مو إلي أو هاي، ما بيعترفوا بهذا الكلام. أجا يا بدهن يغرموني، بدهن يغرموني على باكي غرام ذهب، أو بدهن ياخذوني على المطار كويرس يحفروني ما يقارب نص شهر وأخضع لدورة شرعية. فلذلك ما معي مصاري أنا أدفع هاي القيمة، رحت على مطار كويرس. تقريبا ضلينا نص شهر كل يوم هيك، من روم الصبح نحفر بالقزمة والكرايك، نحفر هنجار حول المطار، وعند المغرب يعملون دورة شرعية ويخلونا نصلي ونحفظ قرآن وهي. أول شيء دخلت الدولة الإسلامية على أساس أنه تخلصنا من حكم الظالم بشار الأسد ونعيش بأمان وسلام، أنه على أساس هي الدولة الإسلامية. إجت بعد ما استلمت المناطق صارت تذبح وتعتقل شباب وهي. يعني هلا لاحظنا ان الدولة الإسلامية صارت وهم وخيال واسع يعني. وانا بنصح كل شاب رايح ينضم يتراجع عن هاي الشغله.